وعودة إلى مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة، وينضم إلينا مجددا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، أرحب بك واصف لنا الأجواء لديك منذ بداية اليوم وحتى الآن وأبرز الفعاليات. نعم، تحياتي لك في البداية ولجميع المشاهدين الكرام. فعلا ما زالت تغطيتنا مستمرة لجميع الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان العالمين. يمكن احنا موجودين مع حضراتكم الان داخل الممشى السياحي. هذا الممشى او هذا المكان الذي يعتبر واحد من اهم الاماكن السياحيه التي يعني ياتي اليها الزائرون من مختلف يعني المحافظات ومن مختلف الدول للاستمتاع بهذه الاجواء الصيفيه الممتعه والخاصه ايضا والمخصصه لاستقبال الزائرين، والتي خصص فيها العديد من الخدمات اللوجستيه لتكون جاهزة على مدار الساعة. يمكن الساعات الأخيرة من اليوم هي الساعات التي يعني تحظى بإقبال كبير من المواطنين، نظرا طبعا لاعتدال الطقس والإضاءات والتشجير والخدمات اللوجستية اللي موجودة. ولكن على مدار الأسبوع يعني الفعاليات الثقافية والفعاليات الرياضية والفنية بالفعل ما زالت مستمرة. نحن على موعد غدا مع انطلاق البطولة العربية للجودو، والتي سوف تستمر حتى 18 من أغسطس الحالي، وسوف يشارك فيها العديد من مختلف الدول العربية بأكثر من 600 لاعب ولاعبة. أيضا هناك سيكون هناك أيضا يعني على مدار الأيام القادمة موكب ل 100 سيارة سوف تجوب شوارع مصر، وتكون النهاية هنا في مدينة العالمين لاستعراض الأماكن السياحية الموجودة في مصر. أمس كان لدينا حدث في غاية الأهمية وهو مهرجان الدراما المصرية. هذا المهرجان الذي سوف ينطلق في 24 من أغسطس هذا الشهر بمشاركة العديد من صناع الدراما في مصر والعديد من الفنانين تحت شعار 60 عاما من الدراما لتكريم الفنانين البارزين الذين أثروا الحياة الدرامية بشكل كبير في مصر، وتكريم أيضا أفضل عمل درامي في 2013 في موسم رمضان اللي فات. يمكن هذه هي الأجواء لدينا من داخل مدينة العالمين الجديدة، أجواء مبهجة، أجواء يعني في منتهى الروعة، الجميع يستمتع بالممشى السياحي والعديد من الأماكن السياحية الأخرى. مهرجان العالمين يعني حقق صدى يعني صدى إعلامي وثقافي وسياحي كبير وعلى جميع المستويات. يعني هذا ما لدينا. نعم، محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. مباشرة كنت معنا من العالمين الجديدة.